مشاهدينا متابعي كل قنوات بين سبور في كل مكان، هذه هي كبرى معارك الزمان. اليوم المنتخب البلجيكي والمنتخب الايطالي في كبرى معارك الكوبا كابانا، اليوم سيب بظوه. كيف حال المباراه من كابينا رقم سلاحس؟ قد يغادر وسط ميدان بلجيكا اكسل فيتسل واخذ مكانه ناصر الشاطلي الفليني، يوزع كوره على الخام الثاني ايدن هازارد. ايدن هازارد يوزع روميلو لوكاكو. اي شنو هذا يا سادة؟ يا سلام يا سلام على حجم الاقدام، تصدي خيالي من الجيجي بوفون. الليلة بوفون اقوى من جوردن بانكس، اقوى من دينو تسوف، اقوى من سيب ماير، اقوى من مانويل نوير. كانت راح تكون اجمل حكاية، وخليك معايا يا اجمل حكاية في العمر كله. هذه احد قصائد الكلثومية من ام كلثوم العالمية، وستكون نهايتنا دراماتيكية.